عسلامة، مرحبا بكم. اليوم جيتكم فيديو جديد بطريقة بسيطة على الاخر، وصفة سهلة سهلة اي بنية تنجم تعملها. باش نعملو ان شاء الله اليوم طاجين البي. كيما قلت لكم وصفة سهلة برشا، مش نستحق عظام، جوتا، كريم فريش، جبونات، لحم مفروم، سبناخ. لحم مفروم باش ناخدو 250 غرام ان شاء الله. دونك ناخذ المقلة نتاعنا، نسخنوها بالباهي، نضيفوا لها شوية زبدة قدر مغرفة صغيرة، ومغرفتين زيت باش ما تجيش قوية الماكلة ان شاء الله. دونك نذوبوا الزبدة لهنا بالباهي، ما نخليوهاش تذوب، معناها نزيتوها بالباهي كما قاعدين تشوفوا. نزيدوا البصل قدر بصلتين صغار، نذبلوهم بالباهي في الزيت، نتوا نزيدو 250 غرام لحم مفروم، نقلبوهم مليح مليح. بعد تقليب الباهي باش نزيدو الفحات نتاعنا، مانيش باش نفوحو برشا في حاجز، باش ناخدو رشة ملح بسيطة خاطر ديجا باش نزيدو جبونات ونزيدو الكريم فريش كل شيء بالملح، دونك باش يولي مالح اكثر من اللازم. الوغ نزيدو مغرفة فلفل اكحل وقدر سنتين ثوم، نقلبوهم مليح مع بعضهم. لهنا انا حسيت اللحم مازال ناقص تياب شوية، دونك زدتو شوية ماء باش يطيب اللحم بالباهي خاطر ديجا في الفور ماهوش باش يطيب بالباهي بالباهي. دونك نزيدو رشة فلفل كركم، سامحوني، ونخلوه يطيب اللي نقرزيتو كيما نقولو نحنا اللي نقرزيتها. دونك لهنا نشفت بالباهي مليح. الوغ ناخذ باش توا باش نحضر الطبقه الاولى اللي هي متكونه من الصوص نتاع اللحم المفروم، باش نزيدوها طريف جبن مش برشا زيادة، شوية شوية باش نزيدو مغرفة صغيرة مغرفة وشوية كريم فريش. الكريم فريش لهنا القشطة جوست باش اللحم ما يشيحش وقت اللي يطيب في الفور، ما يشيحش يجي نهشوش. دونك خلطوهم بالباهي مع بعضهم، باش نزيدو لهنا عظام كاملة، مانيش باش نفصلو الأصفر والأبيض كيما في الطبقات الأخرين، ونخلطو ونشوفو ماني حسب الحاجة نتاعنا باش نشوف العظام. أنا لهنا جبت الطبق هذا، طبق هذا ظهر لي صغير برشا دونك بدلت طبق واحد آخر. باش نحطو الخليط نتاعنا في وسط الطبق، شوفو التكستور نتاعو لهنا ماهوش جاري برشا وزادة ماهوش متماسك برشا. دونك نحطو الخليط نتاعنا في وسط الطبق، فورنا يكون سخون ديجا من قبل، وقت اللي نبدو نحضرو في الطبقات يبدا الفور نتاعنا يخدم. نستو الحشو الخلوط نتاعنا، الخليط نتاعنا نسووه على الطبق. دونك ناخذوه ندخلوه الفور ونبدو ان شاء الله في تحضير الطبقة الثانية. لوطون اللي تحضر الطبقة الاولى، دونك ناخذ شويه زيت نحطو طرف البصل نتاعنا، بصله باهيه. دونك نقلوها شويه، وقت اللي تتشوح بالباهي نحطو عليها السبناخ. السبناخ نتاعنا لهنا منظف مقصوص مسموط، دونك نخلطوه بالباهي، نقلبوه مليح مليح لين يذبل يذبل على الاخر. دونك توا باش نزيدو فحاتنا،
يعني مش بشفوه وبرش باش نعمل الورشة ملحة صغيرة خاطر ديجا هو مالح، دونك ما نكثروش الملح. وفاسين فاسين ثوم ابخي معصورين بالباهي، ونقلبهم مليح مليح لما تحضر السبانخ نتاعنا. لهنا حضرت الخليط نتاعنا، خليط السبانخ نحطوه باش نحضروا الطبقة الثانية. تعلموا شوية اقتصاد، ما نخلوش حتى طرف. لهنا باش ناخدو جوست أصفر عظمتين وعظمة كاملة، الأبيض اللي باش نحوه باش نستحقوه في الطبقة البيضاء. دونك نزيدو شوية جبن، جبن مبروش، نفصلو الأصفر على الأبيض باش ناخدو أصفر عظمتين من الطبقة هذه وعظمة كاملة. وإذا استحقينا بطبيعة عظام باش نزيدو. لهنا باش ناخذ العظمة كاملة خلطوهم مليح، لهنا ما تستغربوش اللي انا قاعدة نتكلم ونسكت، نتكلم ونسكت الا غالب اول مرة باش نتكلم بصوتي في فيديو، دونك اعذروني المرة هذه. على وقت باش نحطو الطبقة الثانية، ديجا الطبقة الاولى حضرت بالباهي طابت مليح، نمسو الطبقة اوب ندخلوها للفرن. لهنا انا سخون برشا طبق قصيت، هنزيد بالمنديل ومن بعد عاودت رجعت للتصوير. دونك لهنا باش ناخذ حكم قلت ابخي 180 جرام يظهر لي، نستحقوا عليهم باش نخلطوها بالبيه، نحلوها ساعة ما نخلوهاش هكاكا، نكملوا عليها بقية الجبن خلطوهم بالباهي ونزيدوا عليها أصفر عظمتين، عفوا سامحوني أبيض عظمتين ومغرفتين كريم فريش، مغرفتين صغار كريم فريش مش مغرف كبار. دونك ونحطولهم نحطو الطبقة الأخيرة بشتي. أنا لهنا في الخليط هذا استحقيت أصفر عظمة واحدة آخر، جيت نصفي فيهم يا أخي تحلت لي العظمة كاملة، حطيتها مش مشكل مش باش تجي ظاهرة، أصفر عظمة ما يقلق اسمعنا في وسط الحكاية الكل. لهنا يحضر الطاجين نتاعنا باش نزينوه بشوية فستق، معناها مش ضروري، جوست اللي يحب يزينوه هكاك بشوية فستق يزينوه. دونك باش نكملو نزينوه ونقصوه. انا لهنا قصيتو سخون، من المفروض نخلوه يبرد شويه يشد روحه شويه، ما ضروره للتصوير معناها لازم نكمل فيه صح، معناها مش باش نبقى نستناه يبرد ومن بعد نعاود نصور من الاول وجديد. دونك قصيناه لهنا باش ناخدو مورسو ده باش تشوف، شفت البقايا هذيك، البقايا هذيك خاطر قصيني سخون قصوه بارد ما يبقوش. وهذا الشكل النهائي نتاع الطاجين نتاعنا لليوم، ياسر مزيان ياسر محليه شوفوا. وهذه طريقة التقديم، طريقة التقديم بسيطة. وهذه كانت وصفتنا لليوم، ان شاء الله تجربوها وتشرفوني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش توصلكم وصفتنا البسيطة بإذن الله. بسلامة، ان شاء الله في فيديو جديد.